السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنا ميرا من قناة ميرا كرافتس للأعمال اليدوية والخياطة. وفي البداية إذا كنتوا أول مرة تشوفون القناة أتمنى تضيفون القناة وتفعلون جرس التنبيه حتى يصلكم كل فيديو جديد، وأتمنى تسعدوني بلايك وتعلقون على الفيديو إذا حبيتوا لين رأيكم يهمني. بعد ما تعرفين فوائد الحرير والساتان للبشرة والشعر، أنا متأكدة إنك راح تتخلصين من غطاء وسادتك القطن وتستبدلينه بغطاء وسادة من الحرير والساتان، وذلك لفوائد الحرير الكبيرة للبشرة والشعر، حيث أن النوم على قماش حرير يساعد على الاحتفاظ برطوبة الشعر والبشرة، مما يعني بشرة أكثر نعومة وشعرا خاليا من العقد. وراح أخيط كيس مخدة أو غطاء وسادة ومقاسه 20 × 30 سنتيمتر، يعني كوين سايز، واحتجت 1.25 متر في عرض 120 سنتيمتر. قصيت القماش قطعتين، قطعة 20 × 30 سنتيمتر مع زيادة مع الجوانب على 2 سنتيمتر للخياطة، والقطعة الثانية 20 × 30 سنتيمتر مع زيادة 3 جوانب 2 سنتيمتر وجانب واحد 17 سنتيمتر حتى يكون ثانية للمخدة إذا دخلناها جوا الكيس. وفي البداية أثني 2 سنتيمتر أعلى المخدة والقماشين ثم أكويه وبعد أخيطه، والكوي هو يساعد على سهولة الخياطة. إذا كانت بشرتك حساسة فاختاري غطاء وسادة حريري أو من الساتان، وذلك لأنها تمنع الاحتكاك بالبشرة بشكل ملحوظ وتقلل من احمرار البشرة الحساسة. ومن أهم مميزات أغطية الوسادات الحريرية هي تركيبتها الناعمة وملمسها اللطيف، والتي تساعد على عدم الاحتكاك بالبشرة بشكل مبالغ فيه كما يحدث مع الأغطية القطنية، وبالتالي تمنع جفاف الجلد وظهور التجاعيد. راح أخيط غطاء الوسادة على الوجه وبعد أقلب القماش ثم أخيطه على القلب، وهذه هي الغرزة الفرنسية، حتى تكون الخياطات نظيفة من الداخل ومن الخارج وتتحمل كثرة الغسيل. والأغطية الحرير لها دور مهم في المحافظة على رطوبة الجلد، لأن قدرتها على الامتصاص أقل بكثير من الأغطية القطنية، مما يساعد على الاحتفاظ برطوبة البشرة ومنتجات العناية بالبشرة التي توضع قبل النوم، الأمر الذي يساعد على عدم جفاف البشرة والمحافظة على صحتها. كما تساعد أغطية الحرير على الاحتفاظ برطوبة الشعر على عكس الأغطية القطنية التي تمتص الزيوت الطبيعية من الشعر والمنتجات المرطبة منه، فالأغطية الحريرية قليلة الامتصاص وتحافظ على رطوبة الشعر وتمنع جفافه، والأغطية الحريرية عكس تماما الأغطية الخشنة والقطنية، فبفضل ملمسها المنزلق وملمسها الناعم فهي لا تسبب الاحتكاك بين قماشها وبين خصلات الشعر، وبالتالي تمنع تقصف الشعر وتكسيره الذي سينزلق على الحرير بسهولة تامة مع كافة تحركاتك في الليل، وكذلك لن تسبب بتشابك الشعر نهائيا بعضه مع بعض أثناء النوم. هنا حطيت القماشين على بعض على الوجه ثم دبستهم مع 3 جهات، وبعدها راح أخيطهم على وجه القماش. وإذا كان شعرك يميل إلى التجعد فراح تلاحظين أنه سهل التصفيف في الصباح بمجرد التحول إلى وسادات من الساتان أو الحرير، وكذلك يقلل تساقط الشعر أثناء النوم. وأخذت الوسادات الحريرية حيزاً من اهتمام عالم التجميل في الفترة الأخيرة، وذلك لأنها تساعد على تهدئة التهاب البشرة وتمنع انسداد المسام وظهور الحبوب. كيف يمكن لمنتجات الحرير أن تفيد بشرتنا بالضبط؟ وفقاً للدكتور جاليمان، أكياس الوسائد الحريرية تحافظ على بشرتنا سعيدة ورطبة بسبب نعومة الألياف، وتمتص ألياف الحرير رطوبة أقل من وسادة القطن، ونعومة الحرير تمنع امتصاص الرطوبة من بشرتنا. لكن عند اختيار غطاء وسادة من الحرير يجب التأكد من أن الحرير طبيعي، فبعد انتشار فائدة النوم على الحرير أصبحت هناك ماركات
تدعي أن وسائدها مصنوعة من الحرير الطبيعي، لكن في الحقيقة أنه يدخل صناعتها لكن الحقيقة أنه يدخل في صناعتها بعض المواد الكيميائية. وتعتبر أغطية وسائد الحرير هي الهبة هذه الأيام في عالم التجميل، وكثير بنات شروا هذه الوسائد ويمدحون فيها. وتقدرين تخيطين هذه الوسادة لنفسك أو تهدينها لصديقاتك أو خواتك أو تعملينها كمشروع تجاري من المنزل. والوسادة هي الجزء الذي نضع عليه وجهنا وشعرنا لأكبر عدد من الساعات خلال اليوم، واختياره له عدة تأثيرات على البشرة وأهمها ظهور التجاعيد. فالتجاعيد لها أسباب داخلية تتعلق بنقص كمية الكولاجين التي يفرزها الجسم، وأيضا عوامل خارجية كالتعرض للشمس والتدخين. وأحد تلك العوامل هي خلال النوم، فنوع القماش الذي يصنع منه الوسائد له تأثير مباشر على ظهور وإبراز تجاعيد الوجه. والنوم كل يوم على مدار سنوات على جانب واحد بالطبع له تأثير على الجلد، لأنه مثل قطعة القماش تقومين بثنيها لمدة طويلة ثم تجدين بها علامات نتيجة تلك الثنيات، وهذا يحدث تماما لبشرتنا. لذلك يلجأ الملوك والمشاهير منذ سنوات عديدة إلى وسائد النوم المصنوعة من الحرير الطبيعي. ووسائد النوم المصنوعة من الحرير والساتان تساهم بشكل كبير في عدم ظهور التجاعيد والحصول على بشرة مشدودة وشعر ناعم، عكس الوسائد المصنوعة من القطن التي يكون من السهل حدوث ثنيات تؤثر وتعمل على إحداث التجاعيد والخطوط في الوجه، والوسائد الحرير ناعم للغاية على البشرة. بعد ما أخيط غطاء الوسادة على الوجه على بعد 1 سنتيمتر، أقلب غطاء الوسادة على القلب ثم أكوي، وبعدها أخيطه على بعد 1 سنتيمتر. والكوي يساعد على سهولة الخياطة. ومن مميزات الغرزة الفرنسية أنها تمنع تنسيل القماش وتجعل الخياطة نظيفة من الداخل ومن الخارج. وخياطة غطاء الوسادة ما يحتاج خبرة كبيرة في الخياطة، ويصلح للمبتدئين في الخياطة.
وهذا الشكل النهائي لغطاء المخدة. وحلو أنكم تخيطون بونيه للشعر من الحرير، وراح تلاقون طريقته في قناتي. شاكرة لكم حبايبي على المشاهدة، وأتمنى ما تنسون اللايك والاشتراك في القناة، وأتمنى منكم مشاركة مقاطع الفيديو مع أصدقائكم وفي قنواتكم على برامج التواصل، مع ترك رابط لقناتي، وأرجو منكم وضع تعليق لطيف جميل مثلكم أسفل الفيديو.